بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أعزائي التلاميذ، نعود بكم في حصة جديدة من حصص التعليم عن بعد في مادة العلوم الفيزيائية فيما يخص السنة الثالثة من التعليم المتوسط. حصتنا اليوم تتمثل فيما يلي: حل الوضعية الانطلاقية لميدان الأول اللي يسمى بالمادة وتحولاتها. أعزائي التلاميذ، نذكر بنص الوضعية الموجود في الكتاب المدرسي من الصفحة 8. إذا نقرأ الوضعية الانطلاقية مع بعض ثم نقوم بحل هذه الوضعية الانطلاقية. إذا نقرأ نص الوضعية: لوالد محمد سيارة قديمة تنفث دخانا أسودا خلال سيرها، ما يلوث البيئة ويزعج المارة والسائقين معا، فقرر بيعها وشراء سيارة جديدة مركبة في الجزائر ذات خصائص تستجيب للمعايير الدولية في مجال السلامة المرورية وحماية البيئة. رافق محمد والده إلى مركز عرض بيع السيارات الجزائرية، وبينما انشغل الأب بالأمور المالية مع مدير المركز، تكفل عامل تقني بمحمد وأخذه في جولة إلى قسم خدمات ما بعد البيع، شارحا له كيفية عمل محرك السيارة حتى لا ينفث الدخان الأسود، وكذا طريقة تشغيل الوسادة الهوائية الواقية للسائق في حال حدوث حادث سير إذا قدر الله. على طريق العودة، طلب الوالد من محمد أن يشرح له كل ما سمعه من العامل التقني. إذن ساعد محمد في هذه المهمة بالإجابة على ما يلي، مستغلا الصور المرافقة. سؤال رقم 1: اشرح مبدأ عمل الوسادة الهوائية مستعملا المعادلة الكيميائية للتحول الحاصل ومبين العامل المساعد في ذلك. السؤال الثاني: اشرح مبدأ عمل محرك السيارة مستعملا نفس الشيء المعادلات الكيميائية مع تحديد العوامل المؤثرة في ذلك. برأيك، ما الذي يجعل السيارة تنفث دخانا أسودا، وما هو العامل المتسبب في ذلك؟ آخر سؤال: ما هي النصائح التي تقدمها لأصحاب السيارات حفاظا على ماذا؟ على السلامة المرورية وحفاظا على البيئة. إذا الصور مبينة بسيطة بالنسبة إلى الوسادة الهوائية ومبدأ عمل المحرك ببساطة. إذا لاحظوا الصور، إذا في الحالة الأولى، إذا عندنا قرص أزيد الأزوت اللي هو الصوديوم Na₃، عندنا الوسادة الهوائية، وعندنا بعدها يتفكك ثلاثي أزوت الصوديوم لينطلق منه غاز الأزوت ويقوم بنفخ الوسادة الهوائية. الشكل الثاني يوضح ببساطة مبدأ عمل محرك السيارة. هذا نص الوضعية أعزائي التلاميذ. إذا نقوم بحل هذه الوضعية شطرا بشطرا. إذا قلنا السؤال الأول: اشرح مبدأ عمل الوسادة الهوائية. إذا أول سؤال: إذا تعتمد الوسادة الهوائية في عملها على تفاعل كيميائي، وإحنا درسنا التفاعلات الكيميائية، يتمثل هذا التفاعل الكيميائي فيما يلي: لقرص ثلاثي أزوت الصوديوم، لقرص ثلاثي أزوت الصوديوم
صيغته الكيميائية NaN3. بماذا يتفكك هذا القرص؟ بفعل درجة الحرارة الناتجة عن ماذا؟ عن وجود شرارة كهربائية. ليحدث هذه الشرارة الكهربائية هو ماذا؟ هو جهاز يسمى بجهاز الاستشعار، جهاز الاستشعار بالصدمة. يعني بمجرد ما إذا قدر الله راح يحدث تصادم بين السيارة وبين جدار وبين السيارة أمامها، إذا كان السائق توقف في يعني فجأة، وش راح يصير؟ يوجد جهاز استشعار موجود داخل السيارة يستشعر بوجود الصدمة. إذا أثناء حدوثها في زمن قصير جدا، دوك نحكوا عليها بالتقريب، في زمن أقل تقريبا 40 جزء من الثانية، إذا يحدث شرارة كهربائية لهذه المادة هذه اللي تسمى بقرص ثلاثي أزوت الصوديوم، فيتفكك حراريا. بماذا يتفكك؟ ناتج عن شرارة كهربائية. عندما يتفكك هذا وش يصنع؟ ينطلق لنا غاز اللي هو غاز الأزوت. هذا غاز الأزوت هو اللي يقوم بنفخ الوسادة الهوائية الموجودة، نعرفوا بلي الوسادة الهوائية موجودة عند إذا في أمام السائق، موجودة في المقود تاع السيارة أو في مركز قيادة السيارة. فيقوم هذه أثناء حدوث الصدمة، إذا يقوم هذا الغاز اللي راح ينطلق منه دوك نبينوه بالمعادلة بنفخ الوسادة، والوسادة تاعنا تولي مملوءة بغاز هو غاز الأزوت. وهذا عندما تنفخ الوسادة الهوائية راح تتعمر أمام السائق وتحمي السائق من حدوث الصدمة، خاصة الوجه والقفص الصدري. إذا العامل المؤثر في هذا التفاعل هو درجة الحرارة. والسؤال الثاني، ما هو التفاعل السابق وفق المعادلة التالية؟ إذا المعادلة التالية يحدث كما يلي. قلنا لدينا محلول أو عفوا هو قرص صلب موجود داخل الكيس، في الحالة الأولى كان غير مضغوط، يسمى بالوسادة الهوائية. إذا بعد حدوث الصدمة يستشعر هذا الجهاز ويبعث ماذا؟ شرارة كهربائية. الشرارة الكهربائية يتم خلالها حدوث هذا التفاعل. إذا وش يصير له هذا؟ راح يصير له تفاعل كيميائي انطلاقا بعامل هو درجة الحرارة. فيقوم بماذا؟ إذا هذا القرص اللي هو قرص ثلاثي أزوت الصوديوم يتحلل حراريا. بماذا يتحلل حراريا؟ بوجود شرارة كهربائية انطلاقا إلى ناتجين، الناتج الأول هو الصوديوم والناتج الثالث هو غاز الأزوت. إذا التفاعل تاعنا نعاود نشرحه ببساطة في سبورة. إذا كان عندنا قرص اللي هو NaN3، هذا هو قرص أزيد الصوديوم. عندما يتفكك حراريا، باش يتفكك حراريا بوجود شرارة كهربائية. هذه الشرارة الكهربائية إذا تفكك هذه المادة الصلبة اللي هي أزوت الصوديوم، ثلاثي أزوت الصوديوم عفوا، فيتفكك إلى ناتجين. الناتج الأول هو الصوديوم، والناتج الثالث تاعنا هو غاز الأزوت اللي هو غاز النيتروجين. إذا الوسادة الهوائية تملأ بغاز يسمى بغاز الأزوت. إذا عندما تملأ هذه الوسادة، إذا راح تحمينا السائق من خطر حدوث الصدمة بين السائق وبين المقود السيارة أو بالميسرانش كاش نزيف. لأن في السيارات القديمة، نعطي مثال بسيط، السيارات القديمة كانت تستعمل الحزام الآمن فقط، ما كانش عندهم هذه الوسادة الهوائية، وبالتالي حزام الآمن ماهوش عنده عنصر حماية كبير، لأنها صارت بعض التصادمات، إذا السائق راح يصرى له نزيف في الدماغ أو نزيف في يعني كسر في القفص الصدري، نتيجة لماذا؟ لأن الحزام الأمن مش راح يكون محمي بينه وبين المقود السيارة. أما لو واش داروا؟ اخترعوا هذه الوسادة الهوائية، وهي عبارة عن تفاعل كيميائي فقط، يتم ملأها بغاز هو غاز الأزوت أو غاز النيتروجين. إذا هذه المعادلة تفكك الحالة الثانية هذه، وحنا نعرفوا بلي المعادلة تاعنا لازم تكون محفوظة كتليا. باش تكون محفوظة كتليا لازم ما يسمى بالموازنة أو موازنة المعادلة، هي تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة. إذا عندنا هنايا
عندنا اثنين هنايا، وعندنا ثلاثة هنا، وعندنا عفوا، إذا عندنا ذرتين من الصدر. هذه الحالة الفيزيائية، هذا صلب وهذا حيطنا غاز منفوخ، وهذه المادة كانت الأولى بالحالة الصلبة موجودة داخل الكيس اللي هي نعتبره حنا الوسادة الهوائية، وعبارة عن كيس فقط، كيس من النيلون، إذا يتم نفخه انطلاقا بغاز هو غاز الأزوت. إذا يتم هذا التفاعل قلنا انطلاقا من ماذا؟ انطلاقا من وجود عامل مؤثر اللي هو في التفاعل هو درجة الحرارة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني نفس الشيء، إذا قال لك بماذا يعتمد محرك سيارة في عمله؟ إذا يعتمد محرك سيارة في عمله على ما يلي، لأن نعرف بلي محرك سيارة هو عبارة عن تفاعل كيميائي يحدث في المحرك، تفاعل كيميائي يحدث في المحرك، وتختلف المحركات من محرك إلى آخر على حسب نوع الطاقة الموجودة في ذلك المحرك. إذا يعتمد محرك السيارة في عمله على تفاعل كيميائي. هذا التفاعل الكيميائي يتم عن طريق ماذا؟ احتراق الوقود مع الأكسجين. عفوا، احتراق الوقود مع الأكسجين. الوقود يختلف. إذا كاين سيارات إذا تشتغل وقودها يكون عن طريق البنزين، كاين سيارة تشتغل وقودها عن طريق الديازل، وكاين وقود سيارة يكون عن طريق الغاز المميع، الغاز اللي هو غاز البروبان. حيث تتم هذه العملية اللي هي عملية تشغيل المحرك ببساطة على أربع مراحل، على أربع مراحل. المرحلة الأولى تتمثل في ماذا؟ تتمثل في مرحلة السحب. إذا هذه مرحلة السحب، وفيها يسحب ماذا؟ خيط الوقود مع الهواء. يعني واش بالعامية تاعنا يعني نحب نشرحه ببساطة، يعني راح يدخل خليط من ماذا؟ من الوقود مع الهواء، لأنه لازم يتم احتراق، واحتراق الوقود دائما يكون في وسط هوائي، يعني لازم يكون عندنا وجود الهواء، والهواء نقصد به هنايا هو غاز الأكسجين، لأن يعني الاحتراقات كلها تتم عن طريق غاز الأكسجين، بحيث تكون نسبة الهواء أكبر من نسبة الوقود. باش يتم الاحتراق تاعنا بطريقة جيدة لازم يكون عندنا إذا نسبة الهواء أكبر من نسبة الوقود. وهذه العملية تتم فيها السحب، معناها كاين ما يسمى بالمكبس. المكبس يكون في الأعلى ويهبط نحو الأسفل، كي يهبط نحو الأسفل يسمح بدخول الهواء مع الأكسجين، عفوا الوقود مع الأكسجين، فيتم خلالها عملية الاحتراق الأولى. المرحلة الثانية تتمثل في ماذا؟ في مرحلة الضغط، يعني لا بريسيون، وفيها ينغلق ماذا؟ صمام السحب ويضغط الخليط للامتزاج جيدا. هذا عند مرحلة الضغط واش يصير لنا؟ إذا يغلق صمام السحب، هذا الأول يغلق، وبالتالي واش يولي عندنا؟ ويضغط الخليط للامتزاج جيدا. احنا نعرف من العوامل المؤثره في التحول الكيميائي هي ماذا؟ عندنا الضغط. اذا الضغط واش يدير؟ يولد كثره التصادمات. هذه التصادمات واش يسرع التفاعل. اذا عندما يغرق صمام السحب ويضغط خليط الامتزاج يتم خلالها احتراق. هذا الاحتراق تاعنا هو اللي راح يكون في المرحله الثالثه. يعني في هذه المرحله واش يصير لنا؟ يضغط الخليط ليمتزج جيدا، وهو عامل الامتزاج. المرحلة الثالثة وهي الأهم في تشغيل المحرك هي مرحلة الاحتراق. إذا هذه المرحلة هي الأساس تاعنا في تشغيل المحرك، لازم يصير عندنا احتراق الوقود. إذا وفيها يحترق الخليط، هذا الخليط اللي يكون هو شكون هو الخليط؟ هو الوقود مع الهواء. خليط عبارة عن وقود مع الهواء اللي هو غاز أكسجين. يتم هذا الاحتراق بفعل ماذا؟ بفعل عالي الحرارة. الناتجة عن ماذا؟ هذه الحرارة تاعنا مين جاتنا؟ الناتجة عن الشرارة الكهربائية المنبعثة عن الشموع. فيرتفع الضغط، إذا عندما تحدث شرارة كهربائية، إذا وين يصير هذا الاشتعال؟ وين؟ عند
الشموع اللي احنا يعني بالفراعتهم ليبوجي. اذا عند ليبوجي هما يصرف فما اجتماع لان تسمى شمعة فيرتفع الضغط. اذا عند حدوث هذه الشرارة يرتفع الضغط، هذا الضغط يؤدي الى ماذا؟ الى اندفاع المكبس نحو الاسفل. اذا المكبس اللي هو نعيطو البيستون يعاود يهبط، البيستون هذا اللي يخليه يهبط وماذا هو وجود كميه كبيره من الضغط الناتج عن احتراق الوقود مع ماذا؟ مع الهواء الموجود داخل المحرك. وقلنا في بدايه الامر لازم يكون عندنا نسبه الوقود تكون يعني الهواء تكون اكبر من نسبه الوقود باش يكون عندنا الاشتعال تاعنا او الاحتراق تاعنا يكون احتراق جيد وما يسمى بالاحتراق التام. اذا فيؤدي الى ماذا؟ الى اندفاع المكبس نحو الاسفل، يعني هذوك لي بيستون يعاودوا يهبطوا. المرحله الاخيره من هذا تشغيل المحرك تاعنا وشني هو؟ هو مرحله العادم. ما معنى مرحله العادم؟ وفيها يصعد المكبس. اذا المكبس في حاله الاحتراق يكون نحو الاسفل. في المرحله الاخيره واش يصرى؟ المكبس يعاود يرتفع نحو الاعلى، لان هذا هو دور المكبس، صعود هبوط صعود هبوط، هكذا يشغل في المحرك. وفيها يصعد المكبس دافعا ماذا؟ احنا نعرفوا بلي كل الاحتراقات التي تتم راح ينتج لنا عنها مواد جديده، مواد لان تفاعل كيميائي هذا. اذا واش يدير مرحله العادم هذا؟ عندما يصعد المكبس نحو الاعلى يدفع معه نواتج الاحتراق. نواتج الاحتراق تاعنا وين تعمل؟ مش من الاحتراق، هي احتراق الهواء مع الوقود. قلنا الوقود يختلف على حسب نوع السياره، اذا كان قلنا غاز او بنزين او ديازل الى اخره. اذا المكبس عندما يصعد نحو الاعلى يدفع نواتج الاحتراق. اذا عاود يطلعها مع نواتج الاحتراق تاعنا لتخرج من ماذا؟ من محرك. احنا نعرفوا باللي السياره كل ما نشغلوا المحرك سيارة تاعنا اذا راح نواتج الاحتراق راح تخرج خارج السياره، ما تبقاش داخل المحرك. اذا شكون اللي يخليها تخرج من خارج المحرك؟ هو ماذا؟ هو في المرحله الاخيره اللي هي مرحله العادم. اذا لتخرج من المحرك عبر صمام العادم، اذا وتخرج عبر بما يسمى بانبوب الانفلات وتخرج خارج السياره. هذه المراحل الاربعه اللي شرحناها درك حنايا لتتم داخل محرك سياره، طريقه تشغيله تتم اذا ننمذجها بمعادله كيميائيه، بمعادله كيميائيه تسمى معادله التفاعل الممن لهذه المراحل الاربعه. اذا ناخذ مثال فقط، سياره محرك سياره تشتغل بالغاز اللي هو غاز المميع يسمى بغاز البروبان. اذا معادلة الاحتراق هذه راح تكون معادلة احتراق تام، لأن لماذا؟ فرضنا باللي نسبة الأكسجين راهي بكمية كبيرة جدا، وبالتالي نعرفوا حنايا كي يكون عندنا نسبة الأكسجين وأنا هضرناها هنايا تكون نسبة الهواء أكبر من نسبة الوقود، وبالتالي نسبة الأكسجين راح تكون موجودة بكثرة، إذا راح يتم احتراق تاعنا احتراقا تاما. إذا خذينا مثال فقط، سيارة محرك سيارة في هذه الحالة يشتغل بماذا؟ بغاز مميع اللي هو غاز البروبان. بغاز البروبان لماذا اخترنا هذه السياره؟ في الاخير نقولوا لماذا نختار هذه السياره لتشتغل بالغاز احسن. اذا عندنا مثال غاز البروبان، عندما يتم حرقه بغاز الاكسجين احتراقا تاما، اذا حيتنا نتيجين، الناتج الاول هو غاز ثاني اكسيد الكربون والناتج الثاني هو جزيئات الماء. هذه المعادله اذا نقوم بشرحها. اذا قلنا المعادله تتم عبر ماذا؟ هذه نفرض بلي السياره تاعنا وقودها هو غاز اللي هو غاز مميع غاز البروبان سي 3H8 تحترق بكميه من غاز الاكسجين، وقلنا بلي كميه الهواء تكون بنسبه اكبر وبالتالي احتراقنا يكون تاما. اذا احتراق تام نعرفوا احنا درسنا في الاحتراق التام والاحتراق الغير التام، اذا كانت نسبة الاكسجين بكمية كبيرة فإن هذا الاحتراق يكون احتراقا تاما، والاحتراق التام تاع عائلة الفحوم الهيدروجينية تنتج لنا ناتجين أساسيين، الناتج الأول هو ثاني أكسيد الكربون والناتج الثاني هو جزيئات الماء، جزيئات الماء. إذا باش نبين المعادلة تاعنا، قلنا هاي المعادلة اللي تتم خلال عملية الاحتراق، دائما نرجع اللي هو تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة. إذا لكل تفاعل كيميائي
يجب تحقيق مبدأ انحفاظ الكتلة. إذن كيف نحقق مبدأ انحفاظ الكتلة؟ بموازنة، بعملية الموازنة هي تحقيق مبدأ الكتلة نوعا وعددا. إذن عندنا ثلاث كربون منا، إذن عندنا كربون واحد، وبالتالي لازم نضيفه رقم ثلاثة. هذه الموازنة راكم درستوها في الحصص السابقة. إذن نجي للموازنة النوع الثاني اللي هو الهيدروجين. عندنا 8 ذرات من الهيدروجين في المتفاعلات، إذا عندنا ذرتين في النواة، وبالتالي غير محققة عددا ونوع عددا فقط، نوعا محققا. إذا نضيف رقم ماذا؟ رقم 4، وبالتالي يصبح عندنا 8 ذرات هيدروجين و 8 ذرات هيدروجين. نروح للوزن المعادل النوع الثالث اللي هو الأكسجين. إذا عندنا ذرتين من الأكسجين في المتفاعلات، راح نحسب شحال عندنا في النواتج. إذا عندنا 3 2 يساوي لنا 6 و 4 يساوي لنا 10، وحنا عندنا منها ذرتين فقط. إذا ما هو المعامل اللي نضيفه بين 10؟ هو معامل 5، وبالتالي طلع عندنا 10 أكسجين 10 أكسجين. هذه المعادلة الموضحة أمامكم. إذا سي 3 اش 8، ما ننساوش الحالة الفيزيائية تاعنا. إذا هذا عبارة عن غاز، إذا هذا غاز هي الحالة الفيزيائية تاعو. إذا هذا راح يكون غاز، وهذا راح يكون بعض القطرات اللي يسمى بقطرات جزيئات الماء. إذا هذه المعادلة سي 3 اش 8 يكون على شكل غاز يحترق بوجود كمية كبيرة من غاز الأكسجين. إذا هذا الاحتراق يتم بفعل الحرارة، أنا بينا هنايا، ويتم الاحتراق الخلط بفعل الحرارة الناتجة. إذا درنا تي يقصد بها درجة الحرارة. هذه ناتجة الحرارة عن شرارة الكهرباء المنبعثة عن الشموع، عن الشموع. إذا عندنا 3 جزيئات من غاز ثاني أكسيد الكربون، وأربع جزيئات من الماء، وأربع جزيئات من الماء. هذا بالنسبة للمعادلة. إذا المعادلة تاعنا. قال السؤال ليليه، ما هي العوامل المؤثرة في احتراق الوقود بمحرك السيارة؟ ما هي العوامل المؤثرة في احتراق الوقود؟ احنا قلنا باللي احتراق الوقود هو عبارة عن ماذا؟ هو عن تفاعل كيميائي. وعندنا حنايا عوامل، ودرستوها انتم في السنة الثالثة في الدروس السابقة، العوامل المؤثرة في حدوث التفاعل الكيميائي. إذا ما هو العامل الأساسي في احتراق الوقود المحرك؟ العامل الأول الأساسي هو تركيب المزيج الابتدائي. تركيب المزيج الابتدائي، واش معنى تركيب المزيج الابتدائي؟ كل ما يكون عندنا مزيج تاعنا في المواد المتفاعلة بكمية كبيرة، راه يحدث كثرة التصادمات. إذا كثرة التصادمات يسرع من التفاعل. كل ما تكون عندنا كمية كبيرة من المواد المتفاعلة، كل ما يكون عندنا كثرة التصادمات اللي هي الجزيئات، وبالتالي تفاعلنا راح يكون تفاعل سريع. العامل الأساسي اللي يساعد على تفاعل اللي هو احتراق الوقود داخل المحرك هو الضغط. احنا قلنا الضغط ونسرى بعد عملية الاحتراق اللي هي في المرحلة الثانية ذكرناها من عملية مبدأ تشغيل المحرك هو عامل الضغط. إذا الضغط ماذا؟ عندما يحترق الوقود مع الأكسجين راح هذا الاحتراق راح يولد انفجار كبير. الانفجار هذا راح ينبعث الغازات في كل الاتجاهات. هذا الانبعاث الغازات في كل الاتجاهات هو اللي يخلي حنايا بما يسمى بالمكبسي، إذا صعودا ونزولا اللي هو نعيطوا حنا لي بيستون. عامل الضغط. العامل الثالث تاعنا المساعد في احتراق الوقود هو تفاعل كيميائي هو ماذا؟ هو درج حرارة. قلنا من جاء درج حرارة؟ هي عبارة عن شرارة كهربائية تحدث عند الشموع. إذا عند الشموع، إذا حصرنا شرارة كهربائية تولد ارتفاع في درجة الحرارة. هذه درجة حرارة هي يخلي التفاعل تاعنا يسرى، وحنا كتبناها في المعادلات تي هي معناها عامل أساسي اللي هو درجة الحرارة. إذا عندنا ثلاث عوامل أساسية، العامل الأول تركيب المزيج الابتدائي، والعامل الثاني هو الضغط، والعامل الثالث هو درجة الحرارة، وهم العوامل المساعدة في حدوث التفاعل الكيميائي أو في تسريع التفاعل الكيميائي. السؤال يليه الفرع الثاني، ما الذي يجعل سيارة
تنفذ دخانا اسودا. يعني ما هي الاسباب او ما هي العوامل اللي خلينا سياره محركها ينفذ دخانا اسودا؟ اذا السبب اللي يجعل السياره تنفذ دخانا اسودا هو ماذا؟ هو احتراق غير التام. هو احتراق غير التام الذي يسبب فيه ماذا؟ هذا درسناها في الحصص السابقه، بان الاحتراق الغير التام سببه هو ماذا؟ هو نقص في كميه الاكسجين مع المزيج. اذا احنا الاحتراق التام والاحتراق الغير التام العامل الاساسي فيها هو ماذا؟ هو وجود كميه من الاكسجين. اذا كانت كميه كافيه راح يسمى او يحدث لنا احتراقا تاما، واذا كان عندنا كميه قليله من غاز الاكسجين راح يحدث لنا بما يسمى بالاحتراق الغير التام، احتراق الغير التام. اذا ونعرف احنا نوال الاحتراق الغير التام، اذا كانت العائله هذه او الوقود تاعنا عباره عن عائله الفحوم الهيدروجينيه، راح النواتج تاعنا راح يكونوا على شكل اربع نواتج. اذا السبب اللي يجعل المحرك تاعنا ينفذ دخان اسود هو احتراق الغير التام. هذا الاحتراق الغير التام يسبب فيه نقص ماذا؟ كميه من الاكسجين في المزيج، وبالتالي راح ينتج لنا هباب الكربون او ماده الفحم. والناتج الثاني هو غاز اول اكسيد الكربون، والناتج الثالث هو غاز ثاني اكسيد الكربون، والناتج الرابع هو جزيئات الماء. العامل المؤثر في الاحتراق بدخان اسود، يعني السبب اللي يكون عندنا ناتج تعود دخان اسود، هو تركيب المزيج الابتدائي. واش معنى تركيب المزيج الابتدائي؟ رانا قلنا قبيلات حنايا العوامل المؤثره في الاحتراق هي تركيب المزيج الابتدائي. كل ما يكون عندنا مزيج ابتدائي في المتفاعلات بكميه كبيره، كل ما يكثر عندنا تصادمات، يعني الجزيئات تاع الحاله الابتدائيه تكون فيها تصادمات كبيره. وكلما ينقص عندنا المتفاعلات، كل ما ينقص كمية من المتفاعلات يعني تركيب المزيج الابتدائي، كل ما تنقص التصادمات، وبالتالي راح يكون عندنا تفاعل تاعنا بطيء. تفاعل بطيء هذا يؤدي الى احتراق غير تام. يعني كل ما يكون عندنا قلة في المزيج الابتدائي في تركيب المزيج الابتدائي اللي هي المتفاعلات، كل ما يكون عندنا قلة في التصادمات، والعكس التفاعل تاعنا يكون سريع كثرة التصادمات. يعني تركيب المزيج الابتدائي كل ما يكون عندنا التفاعل تاعنا بطيء ونتج عنه احتراق الغير التام، هذا دليل على ماذا؟ على وجود متفاعلات بكميه قليله. وكي يكون عندنا كميه قليله من المتفاعلات راح يكون قله في التصادمات. اذا العامل الاساسي تاعنا هو الحركه، يعني كثره التصادمات هي اللي تخلي التفاعل تاعنا يكون سريع. كل ما يكون كثره في التصادمات، كل ما يكون عندنا التفاعل تاعنا سريع، وسريع معناها احتراقه يكون تاما. إذا قلنا العامل المؤثر في الاحتراق بدخان أسود هو تركيب المزيج الابتدائي. قلنا لماذا يسمى عليه حددنا هذا التركيب المزيج الابتدائي؟ لأن قلنا ها هو السبب تاعنا، هو نقص معناها كمية قليلة من الأكسجين، وبالتالي راح يكون عندنا قلة في يعني كمية التصادمات تكون قليلة. سؤال تقريبا الأخير ثالث، هو ما هي النصائح التي نوجهها لأصحاب السيارات من أجل ماذا؟ إذا عندنا حالتين راح نحدوا، من أجل السلامة المرورية ومن أجل الحفاظ على البيئة. أولا من أجل السلامة المرورية، إذا ننصح أو ينصح لأصحاب السيارات، أول حاجة سلامتك تتمثل في ماذا؟ في احترام قواعد السير، في احترام قواعد السير. السلامة الثانية هو استعمال حزام الأمان، هو استعمال حزام الأمان. ثالثا مراقبة دورية للمعدات السيارة. نعرف المعدات السيارة تتمثل أساسا في فراملها، في ماسح الزجاج خاصة إذا رانا في فصل الشتاء إلى آخره، وصيانتها دوريا. إذا لازم قبل ما تشغل سيارتك لازم تقوم بصيانتها، يعني تشوف محركها، تشوف إلى آخره. هذو هما يعني تقريبا ثلاثة نصائح اختصرناها في السلامة المرورية. ثانيا بالنسبة للبيئة، المراقبة الدورية وصيانة مضخة الهواء والوقود. لأن علاش؟ الاشتغال هذا الاحتراق تاعنا اللي هو تاع الوقود يتم عن طريق وجود الهواء. إذا كان
مضخة الهواء ومضخة الوقود يعني مضخة سليمة راح يتم احتراق جيد، إذا كانت مضختهما غير سليمة راح يتم احتراق تاعهم، راح يكون احتراق غير تام وبالتالي أنت النوادج تاعنا مضرة للبيئة. النصيحة الأخيرة تتمثل في ماذا؟ المراقبة الدورية والصيانة لصنابير تدفق الوقود، لأن على كل ما يكون صنابير واش معناها تدفق الوقود؟ يعني وين الأنبوب اللي يمر فيه الوقود تاعنا حنايا، كل ما يكون عندنا صنابير تاعنا جيدة وصيانتها جيدة تدفق الوقود عفوا راح يكون جيد وبالتالي احتراق تاعنا راح يكون احتراقا جيدا واحتراقا تاما. النصيحة الأخيرة تقريبا تتمثل في ماذا؟ استعمال الوقود الأقل ضررا للبيئة. ونعرف احنا بلي الوقود الأقل ضررا للبيئة يتمثل في ماذا؟ في الغاز المميع، في الغاز المميع الذي يستعمل في السيارات اللي هو غاز البروبان، لأن غاز البروبان نواتجه لاحظتونا نواتج غير مضرة بالبيئة، وهذه السيارات هي التي ينصح باستعمالها في الحياة اليومية حفاظا على البيئة والسلامة المرورية. وبهذا نكون قد أنهينا حل الوضعية الانطلاقية للميدان الأول فيما يخص المادة وتحولاتها للسنة الثالثة متوسط. إذا نلتقي أعزائي التلاميذ في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.